العدد الثالث والعشرون من مجلة بيم إريبيا، شرح مبادرة البيم إكسلنس من موقع الدكتور بلال سكر. بيم إكسلنس هو نهج قائم على البحوث الفريدة من نوعها إلى الابتكار الرقمي في صناعة البناء والتشييد، وهو يوفر منهجية متكاملة ولغة معيارية لتقييم الأداء والتعلم وتحسين العملية. مبادرة البيم إكسلنس هي جهد غير هادف للربح يسترشد بمجموعة من المبادئ التي يقوم بها باحثون متطوعون من كل من الصناعة والأوساط الأكاديمية، وتدعم مبادرة البيم إكسلنس المساهمات العينية والخدمات التجارية والرعاية المؤسسية والشركات. يجب قراءة هذه الوثيقة بالإقتران مع 102N هيكل معرفة مبادرة البيم إكسلنس، 103N مشاريع مبادرة البيم إكسلنس، 104N شبكات عمل مبادرة البيم إكسلنس. ويستند نهج البيم إكسلنس ومبادرة البيم إكسلنس على البحوث المنشورة للدكتور بلال سكر وفوج متزايد من المتعاونين الدوليين الموقرين. الغاية: تبتغي مبادرة البيم إكسلنس إلى تحسين أداء الأفراد والمنظمات وفرق المشاريع في صناعة البناء والتشييد من خلال توليد المعارف ومشاركة المعارف وتحسين العملية. الأهداف: ولتحقيق غايتها تتضمن مبادرة البيم إكسلنس الأهداف التالية القابلة للقياس: تطوير لغة وحدات للتحول الرقمي عبر صناعة البناء والتشييد، سوف تبسط اللغة الموضوعات المعقدة وتنسق جهود بحثية متعددة في وحدة واحدة متسقة. وضع معايير كفاءة موثوقة على نطاق الصناعة وتحديد الثغرات في الكفاءة التي يتعين معالجتها من خلال أنشطة تحسين الأداء المستمر. استحداث أساليب وأدوات وطرق تعليم قائمة على الكفاءة تنطبق على التعليم العالي والتدريب المهني والتعليم الذاتي والتنمية المهنية. تيسير تبادل المعارف والخبرات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة. تطوير أدوات وقوالب مجانية للاستخدام لتبسيط عمليات صنع القرار وأتمتة الإجراءات المتكررة. الأساليب: وستحقق مبادرة البيم إكسلنس أهدافها وغايتها من خلال ربط الخبراء الموضوع الدوليين من خلال شبكة بحثية مخصصة، وستحدد الشبكة تحديات الأداء التي ينبغي معالجتها وتوليد هياكل مفاهيمية مثل النماذج والأطر التي تعالج هذه التحديات، وتحول البنية المفاهيمية إلى نماذج أولية ضمن مختبرات التميز في الأداء، ثم تسعى للحصول على منح رعاية لتطوير النماذج الأولية إلى حلول رقمية تعمل بشكل كامل وتدعم نفسها. نهل واستعراض أقران المعرفة باستخدام نماذج الحصول على المعرفة. التعاون مع مجتمعات الممارسة ومؤسسات البحوث والرابطات المهنية. تبادل المعرفة بين الباحثين الأكاديميين والممارسين في التفكير البحثي من خلال ورش العمل والمنشورات المشتركة. المبادئ: وتستند مبادرة البيم إلى 4 مبادئ عامة متاحة بلغات مختلفة. 1- الالتزام بالانفتاح. يتم إصدار إرشادات وأدوات مبادرة البيم إكسلنس عبر قنوات مفتوحة تحت ترخيص مشاع إبداعي يسمح للاستخدام المجاني من قبل الأفراد والمنظمات على مشاريعهم الخاصة، ومقدم الخدمات يلزمهم ترخيص. النمو حول هيكل المعرفة: مبادرة البيم إكسلنس مبنية على هيكل واضح للحصاد وتنظيم المعرفة. هذا الهيكل يسمح تطوير وحدات من الأدلة والأدوات المترابطة للغاية. 3- نهل واختبار الأقران. مبادرة البيم إكسلنس تجمع بين خبراء دوليين مختصين من الأوساط الأكاديمية والصناعية عبر شبكة بحث وتطوير عالية الكثافة. من خلال هذه الشبكة يتم تحديد واحتضان واختبار وإطلاق أفضل الحلول. 4- الابتكار المفتوح عبر الحدود. توفر مبادرة البيم إكسلنس مجموعة أدوات المعرفة لأي شخص ليستخدمها ويخصصها ويترجمها ويعمل باستمرار لتحسينها. من خلال الابتكار المفتوح يتم تطوير حلول جديدة بشكل تعاوني ومشترك عبر التخصصات والصناعات والأسواق. وإسقاطا لهذه المبادئ العامة على الواقع، فقد تم توفير بيان التميز إكسلنس مانيفيستو على الإنترنت. يجب قبول البيان من قبل جميع أعضاء متطوعين بيم إكسلنس، ويمكن أن توقع من قبل أنصار المبادرة. خلفية البحث: وتستند مبادرة البيم إكسلنس هذه إلى البحوث الأكاديمية والتجارب الصناعية التي أجريت منذ عام 2004، وتم مشاركة أساليب البحث والنتائج للأدوات العملية التي تلت ذلك بشكل عام عبر مدونة بيم ثينك سبيس، مدونة بيم فريم وورك وقناة بيم فريم وورك، وعدد من أوراق مراجعة الأقران مذكورة هنا.
مكونات مبادرة البيم إكسلنس تعتمد مبادرة البيم إكسلنس على بنية المعرفة الأساسية التي تمكن شبكة البحوث الدولية من تقديم عدد من المشاريع المبتكرة والتكميلية. هيكل معرفة البيم إكسلنس تعتمد مبادرة البيم إكسلنس على البحوث المفاهيمية المترابطة والمستمرة بشكل مستمر كأساس لتطوير أدوات تحسين الأداء العملي. الأساس المفاهيمي لمبادرة البيم إكسلنس يتلخص في نموذج هيكل معرفة البيم إكسلنس الذي يتضمن 5 مجموعات معرفة تكميلية. كي إس 1 أس المعرفة تمثل كل البحوث التي تطبقها نهج البيم إكسلنس. كي إس 2 كتل المعرفة تمثل اللغة النمطية المستخدمة من قبل نهج البيم إكسلنس لتحديد المدخلات العمليات والمخرجات. كي إس 3 أدوات المعرفة يمثل جميع الأدوات الرقمية والتناظرية والقوالب المستخدمة لإجراء واكتساب المعرفة وتقييم الأداء وتوفير التعلم القائم على الكفاءة وتمكين أتمتة العملية والتحسين. كي إس 4 سير عملية المعرفة يمثل جميع الإجراءات المتكررة للحصول على المعرفة توصيل الخدمة. كي إس 5 مشاهد المعرفة يحدد الطرق المتنوعة لتقديم واتصال نهج البيم إكسلنس. وللحصول على المزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى مبادرة هيكل معرفة 102 in Beam Excellence. مبادرة مشاريع البيم إكسلنس سوف تفي مبادرة البيم إكسلنس بأهدافها عبر سلسلة من المشاريع المترابطة، ويركز كل مشروع على مجموعة فرعية من مهمة مبادرة البيم إكسلنس الشاملة لتقديم منتج مبادرة بيم، تطبيق برمجي أو نشر دليل من فائدة عملية مباشرة لممارس الصناعة. لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع إلى 103N مشاريع مبادرة البيم إكسلنس. مبادرة شبكة عمل بيم إكسلنس يتم تنفيذ مشاريع مبادرة البيم إكسلنس من قبل أعضاء ومتطوعي بيم إكسلنس، مجتمع متوسع من الباحثين الدوليين وخبراء الموضوع من كل من الأوساط الأكاديمية والصناعية. يعمل هؤلاء الأعضاء والمتطوعون بما في ذلك المحررين والمراجعين ومختبرين النسخ التجريبية بيتا كجزء من مجموعات البيم إكسلنس وفريق بيم إكسلنس كما هو موضح في 104N مبادرة شبكة عمل بيم إكسلنس. أي هل الهيكل القانوني لمبادرة البيم إكسلنس؟ مبادرة البيم إكسلنس هي مجتمع من الممارسة لأفراد مثيلي التفكير، وليس كيانا قانونيا منفصلا من أعضائها. العمل كرابطة غير مؤسسية كما هو محدد في اللوائح المعمول بها في ولاية فيكتوريا استراليا. مبادرة البيم إكسلنس لا تجمع أو تحتفظ أو توزع الأصول المالية أو المادية. تدار مبادرة البيم وتمول جزئيا من قبل Change Agents AAC التي بموجب نموذج الابتكار المفتوح تدعم عمليات مبادرة البيم إكسلنس وتوفر معظم الممتلكات الفكرية الأساسية بموجب ترخيص المشاع الإبداعي. ويمكن لمبادرة البيم إكسلنس أن تضفي الطابع الرسمي على جمعية مستقلة غير هادفة للربح إذا كانت تغطية التكاليف القانونية والإدارية التعاون الدولي. 2- تمويل العمليات المستقلة وطويلة الأجل لمبادرة البيم. حتى يمكن تأسيس كيان مستقل ستستثمر شركة Change Agents AAC بدعم مبادرة البيم إكسلنس ماليا وبدعم تطوعي من أعضاء مبادرة البيم إكسلنس لنقب مصادر تمويل إضافية. وتشمل هذه الرعاية الشركات راجع 101N